قبل كنت يم باب الشيخ مسهل، باب الجامع مال مسهل هناك، بعدين تحولت على هذا المحل مال هذا الحكومي هذا بالسنة 70، كان ساكن اني ايجار ماله بستين دينار سنوية، يعني بالشهر 5 دنانير، بالشهر 5 دنانير اسوي شربات بخمسة فلوس ابيع، اروح بس اروح بالبايسكل على الدوائر الحكومية منا ابيع شربات بخمسة فلوس بعشرة فلوس، يخرخش بجيبي كم فلس خمسات وعشرات، عبالي مئات الالاف بجيبي، والله بقد مئات الالاف اصعب بجيبي. ايه صعبيش هسا هسا بطل الزبيبة قلاص زبيبة نبيع باع 500، وهذا الماكينة إيه هذا ماكينة رعد على بغداد، هي جبار عصول الله يرحمه، كان عنده سيارة عنشة، أخذت هذا الماكينة 100 دينار، شربت خوالي كان جوا المحاكم بكركو، كان هم أصلهم شربتشي، أنا تعلمت من عندهم جوا المحاكم، مقابل شو اسمه محاكم القديم، مقابل مصرف العقاري، إيه هناك كان خوالي شربتشي، أنا تعلمت من عندهم.